قبل أكثر من 20 عاماً تساءل الملك الحسين بن طلال ماذا فعلنا؟ ماذا فعل العالم لمحاربة السرطان؟ I think that we are still wasting a lot of time on important issues. We are not concentrating enough. For example, cancer. What's being done about it? What resources are being spent the world over for research? سؤال ما زال ملحاً وخاصة في عالمنا العربي حيث إحصائيات السرطان تصل إلى معدلات خطيرة. كان الحسين على يقين آنذاك كما نحن الآن أن أملنا الوحيد في التغلب على السرطان هو عالم الأبحاث، واليوم نجيب على تساؤل الحسين بإطلاق جائزة الملك الحسين لأبحاث السرطان. نحن بحاجة إلى أن نفهم السرطان بشكل أعمق في عالمنا العربي. كيف يظهر؟ من يهاجم؟ وما هي أفضل سبل علاجه؟ مع البحث العلمي سنتمكن من التقدم نحو مستقبل أقوى لمواجهة السرطان في منطقتنا. جائزة الملك الحسين هي جائزة متخصصة في أبحاث السرطان المبتكرة، والتي ستشجع وتكرم أصحاب الإنجازات المتميزة في الكفاح ضد السرطان. ستدعم الجائزة منحتين لباحثين واعدين، وستكرم إنجاز العمر والتفوق المؤسسي ومشاريع الأبحاث المبدعة. كل هذا من أجل إطلاق عهد جديد للأبحاث العلمية في المنطقة التي تستهدف دراسة الجينات العربية وفهم خصائص السرطان في منطقتنا الجغرافية. يقود الجائزة نخبة من الباحثين البارزين من مختلف أنحاء العالم. هذه الجائزة التي تتشرف بحمل اسم الحسين بن طلال الذي آمن بالبحث العلمي وواجه السرطان بكل إيمان وعزيمة، ستحدث تحولاً في مسار الأبحاث في المنطقة العربية، وستمكن الباحثين والعلماء من الإبداع، وستكرس جهودها من أجل التقدم العلمي لإنقاذ الآلاف من مرضى السرطان.